عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم وهي قناة الموسيقى بصفة عامة. اليوم حلقة How to Play، واليوم غادي نوريكم كيفاش كتلعب واحد الأغنية اللي طلبها لي الأخ ديالنا من مدينة دبلن اللي جات في أيرلند، إيرلندا يعني. الأخ ديالنا هو أصله من الألجيري وعايش في إيرلندا، ومن هذا المنبر كنبلغ السلام لخوتنا ليزالجيريان في العالم كلهم، وبالاخص اصدقائي القدام اللي كانوا خدامين معايا في اكادير وفي الالمان، هما من الجزائري. هاد الاغنيه ديال كوين اللي سميتها بوهيميان رابسودي، هاد الاغنيه اللي هي صعيبه شي شويه ولكن سهله بزاف. هي ابتدا صعيبه في الانترو وفي الاخر. خاصكم تعرفوا هذه الاغنيه هذه مقسومه على ثلاثه ديال الطروفة. كاين الطرف الاول اللي كيتغنى اكابيلا، كيكونوا غير لي فوا ومعهم شويه ديال البيانو وشويه ديال لاباس. من بعد كتدخل المعمعه اللي هو اللي غنوريكم. ابخي كيمشيو ماما ميا ماما ميا، كيولي تماك واحد التخربيز اللي كيخصها الجروب كبير باش تلعب هاد الاغنيه. ولكن ما يهمش، هاد الاغنيه كلنا كنلعبوها غير هالطرف كله، هو اللي معروف بزاف مشهور في العالم كله وكيطلبوه لنا الناس بزاف. دونك لهذا غادي نوريكم هالطرف هذا اللي مهم، غادي نوريكم اليوم كيفاش كتلعبوه. ولكن ولا بدا واحد لانترو. كما قلنا الأغنية هذه بوهيميان رابسودي ديال كوين هي أغنية سهلة ماهلة، ولكن كيخصكم ولا بد تركزوا معايا وصبيعاتكم يكونوا متلوقين، وغتحضروا مع كلكو الريتم اللي مهم بزاف، غادي يكون واحد الديكالاج في واحد الريتم. انا غادي نوريكم كل شيء وغادي نسهل عليكم الطريقه باش تولي تلعبوها من احسن. اوكي، الاهم حاجه اللي هي الاولى وهو الانترو ديال هاد الاغنيه هادي اللي مهم بزاف وكيدار مره هي هادي، ولكن ما كنديروهاش باليمنيه، كيخصنا نديروها باليسريه. يعني هاد اليد كتلعب بحال هكذا وكتمشي للاوكتاف وكدير ترام ترام. انا غادي نوريكم بشويه بشويه. الوغ سكيفي لاكور غادي يبدا في سي بيمول، وكنلعبو لاباس هي الاولى مع لاكور. وكيف ما لاحظتوا معايا هنا لعبت لاباس هنا وهنا. الاغلبيه كيديروها لي بيانيست، علاش كنلعبوها بجوج تاع لي نوط. هي كتكون قويه بزاف وكتعطي واحد لينيرجي صحيحه، وكتكون غاده كتشبه لاباس، كتكون باصيه يعني عندها لينيرجي. اذا لعبتها غير باص وحده أو لا دي بوحدة ما كتعطيش، بدي كنخلطوها كتعطي القوة. أو جينيرال كتعطي واحد الهارموني زايدة وزوينة. أدونك الانترو غادي نديرو على هاد الشكل كيف ما كتعرفو سي بيمول كنلعبو هنايا، ولكن هي ريفيرسي. دونك كنديرو اليد الاخرى كتمشي فوق اليد وكدير سول فا. نقدروا نديروا ليها او لا،
ولكن كذلك فحال لاباس كتعطي حتى هي قويه. خصكم تعرفوا علاش دار هاد القضيه، هي ماشي عياقه ولكن دارها باش هادي تبقى تلعب. من بعد كنمشيو للصول مينور، دونك كنا في سي بيمول كنهبطو غير هاد النوطة كنجيبوها للصول، ولا باس كتلعب الصول وكتمشي عاوتاني هاد اليد كدير لا صول، وبيان سور هاد اليد تاهي كدير الوغ. سمع معايا هذا لترو كديرو جوج خطرات، ماما وكنمشيو صول مينور، ديريكتومون كنمشيو الدو مينور كنلعبوها هنا. الوغ لاحظوا معايا، دو مينور تيدرنا ليها ري دو. غادي نعتذر ليكم بزاف كنلعب عوج بزاف، حيت انا لعب في واحد البلاصه اللي مضيق مضيق بزاف، والبولات ورايا والبي فوق مني والميكرو فوق مني واللاباري فوق مني، داكشي علاش انا مبرزط واحد شويه. ولكن ماشي مشكل، فاش كنكون لاعب في كونسير كنكون لاعب مرتاح وكنكون لاعب كلشي الراحه ديالي، دونك سي داكشي علاش كنبان لكم واحد شويه مزير. دونك نعودوها من الاول ولكن ديريكت هو الغناء بلا الانترو. هذا كادي نمشيو الدو مينور سات، هي راه الدو غادي نزيدو غير سات باش نمشيو الفا، وهادشي كلشي باش نعاودو من الاول. دونك لاحظوا معايا، ماما بيتي كيولي شونجمون، يعني لعبت جوج خطرات وصلت لهنايا في لا دوزيام فوا كنمشيو لواحد الدو مينور ولكن كيكون فيها باساج. الوغ كيدير دو مينور كنخليو هاد الجوج كتمشي غير السي في لاباس تا هي، وكنطلعو عاوتاني لسي بيمول وكنهبطو لا والصول دياز والصول، هاد الجوج ديما كيبقاو كتلعب فحال هاد الشكل.
بالرفرة ماما. الو حسبوا معايا البيزير اللي هو مهم. دونك غادي ندير لكم مترونوم باش تعيقوا بها. الاغنيه ملعوبه في التيمبو 70. غادي نعاودها لكم. 2 3 4. دونك غادي نلعبها لكم كلها حتى لهنايا باش تمشيو للرفرع، وبيان سور غادي ديروا معاها لانترو اللي كيكون هو جوج خطرات. ماما الوغ هنا غادي يجي الرفران. الرفران فيه بيبي مول كنلعبوها هنا. ماما من بعد كاين دو ميلور، ولكن كاين واحد الباساج. ماما يعني ماما كنهبطو لا باس الري، وهادو كنهبطو غير الفاق والري. ماما باش كنمشيو للدو مينور، وكنديرو علاش داروها حيت طويلة. ماما أو هاديك الهو بقات خاوية، دونك عبروها ب دونك سمع معايا. ماما كنمشيو لفا مينور، وهنا كيكون واحد الباساج عاوتاني. الو غير هاد الصبع هو اللي كيتحرك. لاباس معاها. ابخي كنمشيو سي بيمول. الو سمع معايا. ماما هنا كنديرو الو عندنا بي بيمول مع سول، والفا مع سول دياز، هي فحال هكا فا مينور. باش كنمشيو لبي بيمول. الو نعاودوها. ماما كنعاودو نمشيو
او دو مينور. وهنا كنمشيو لواحد الاكور لي تريست هو سول دياز مينور. وكنمشيو لمي بيمول. الوغ سمعوا معايا مزيان. ماما هنا كيجي الدور ديال البيانو ولكن فواحد الميزور غريب. ولكن غنوريكم اول حاجه اشنو كيدير البيانو. كيدير سول دياز والبي بيمول. وهاد الجوج كيطلعوا وهادي كتبقى وعاوتاني كيطلعو عاوتاني. ألوغ سمعوها معايا مزيان. حلوة عندكم ديما كتسب هادي كتبقى باش كنمشيو سمعوا معايا مزيان هاد الباساج هذا. هادي كاري دو لاحظتوا معايا الريتم شويه مهرس. تكاري با تي دو دونك نعاود لكم الرفران بالفينال ديالو. ماما كتعاود الاغنيه من الاول. دابا اشنو غنديرو؟ غادي نلعب لكم الاغنيه بلانترو وبالغنى وبالرفرا يعني كامل. ماما القضية سهلة ب
بيان سور القضية سهلة، غير هي في الحقيقة خصكم تركزوا مزيان ويديكم يخفافوا وغادي تلعبوها كيف ما وريتها لكم. وكنتمنى الأخ ديالنا يكون استفد معنا، وتتوما إلى عندكم شي أغنية ما تنسوش تخليوها لي في التعليق ديالكم كم باش نلعبها لكم. أنا كنقيد كل شيء وكل واحد غادي ندير ليه خاطره وغادي نوريه كيفاش كيتلعب أغنية اللي غيطلب ليا. عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقة وتكون كتعجبكم، وما تنسوش ليا دي لايك اند سبسكرايب، زعما تشاركوا معايا في القناة ولي كومونتير تا هما باش تدعموني، ونشوفكم ان شاء الله الحلقة القادمة.